لكل اللي عايز او عايزة تخس ومش عايزة تتقيد بنظام غذائي معين، بقدم السعرات الحرارية لجميع انواع الاكل والحلويات والمشروبات والمعجنات ومخبوزات الافران والاكل البيتي، عشان انت اللي تعمل النظام الغذائي اللي يناسبك ويناسب احتياجاتك. السمك البلطي المقلي، تعالوا نتعرف مع بعض على السعرات الحرارية للسمك البلطي المقلي والقيمة الغذائية كمان. القيمة الغذائية للسمك البلطي المقلي لسمكة متوسطة زي اللي في الصورة السابقة، السعرات الحرارية 382 سعر حراري، بروتين 23.5 جرام، كربوهيدرات 27.1 جرام، دهون 19.9 جرام. القيمة الغذائية للسمك البلطي المقلي لسمكة كبيرة، السعرات الحرارية 496 سعر حراري، بروتين 30.5 جرام، كربوهيدرات 35.2 جرام، دهون 25.8 جرام. ولو حد حابب يعرف سعرات لأي أطعمة ياريت يكتب لي في التعليقات، وانتظرونا وقيم غذائية جديدة.